استاذ عباس، تعبتك معايا. هلا عليك. لا الحمد لله، النهارده شكلك احسن كتير. الحمد لله. هلا انسه، رشا بقت كويسه يعني، ده كان شويه دلع. وتقدر تخرج النهارده كمان. يا سلام، يعني لو خرجت النهارده ما حصلش اي مضاعفات؟ لا ان شاء الله ما فيش حاجه، يعني الالتهاب الشعبي قل والحساسيه تكاد تكون راحت. يعني مش هيحصل لها تاني اختناق؟ لا ان شاء الله. يعني هي لو خرجت تقدر تمارس حياتها الطبيعيه؟ عادي جدا. حضرتك متاكد؟ ايوه يا استاذ عباس. في اي اسئله تانية؟ لا لا، متشكر يا دكتور. الحمد لله على سلامتك يا ناس رشا. الله يسلمك. عن اذنك. اتفضل. استاذ عباس، انا متشكره قوي على اهتمامك بيا، مش عارفه اقول لك ايه. انا بقى عارف اقول لك ايه. انا هقول لك انك انسانه غشاشه كذابه، وانا ندمان على كل دقيقه عرفتك فيها. لو عايزه تعيطي عيطي، ما يهمنيش. خلاص، لا يجيلك اختناق ولا كرشه نفس. الحمد لله على السلامه. اتفضلي اخرجي، مارسي حياتك الجميلة، اسهري واكدبي وانصبي على خلق الله يا نصابة. يا أستاذ ما تقاطعنيش، أنا لسه ما خلصتش كلامي. ال 4760 جنيه اللي دفعتهم لي عندك في الحسابات، وشيلي اسم من الليستة. الليستة اللي معاكي دي فيها الناس الأغنياء اللي تعرفي تنصبي عليهم. أنا هتنصب عليا ليه؟ أنا ما هلتيش اللظى. يا أستاذ عباس اخلصي، مش عايز أسمع كلامك. سلام يا سلسبيلة. أنا عمري ما كنت أتخيل إن أنا أتسبب لك في المشاكل دي كلها. أنا صحيح حظي وحش دايما، إنما في الكام مرة اللي أنا اتجوزت فيهم وفشلت، عمري ما دخلت جوازة وكان في نيتي ان انا اسيب. اي واحدة في الدنيا تتمنى انها تقابل الراجل اللي يملى عليها حياتها، انما الظروف بقى. بيبرز ناهد عندها حق، هي عايزة مصلحتك. احنا لازم نسيب بعض. بتقولي ايه؟ لا يمكن، انا ما اقدرش اسيبك، ما اقدرش. اه انا لو سبتك هموت، لكن انا لازم اضحي. انا ما اقدرش افرق بينك وبين عيلتك. بيمرس، انا عمري ما ارتبطت بحد من غير جواز. ارتبطت بيك ليه؟ عرضت سمعتي لكلام الناس، وتعرضت لإهانات ملهاش لازمة لي عشان بحبك. وأنا مش هعرض سمعتك لكلام الناس أبدا. نيفين، أنا هتجوزك. لا لا، مش عايزاهم يقولوا إن أنا خطفتك. أنا ما أقبلش يتقال عليا الكلام ده. إحنا عشان نتجوز لازم مامتك توافق على الجواز. انت بتقولي ايه؟ انا دلوقتي عندي شركات كتير وعندي فلوس كتير قوي، وفي 700 موظف بيشتغلوا تحت ايدي. ايه، مش هعرف اخد قرار في حاجه تخصني انا؟ بيبرس، انا مش عايزاهم يقولوا ان انا اتجوزتك عشان فلوسك. انا عندي فلوس كتير قوي ومجوهرات، فلوس تكفيني عمري كله. تفتكر يا بيبرس واحده زي عندها كل الفلوس والمجوهرات دي ايه اللي هي تبقى محتاجه؟ محتاجه حاجه واحده بس، حاجه ما لقيتهاش غير معاك انت.